الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت السلطات الحكومية في محافظة القادسية إن الموارد الناتجة عن هور الدلمج، أحد أهم المعالم في المحافظة والمشترك مع محافظة واسط، لا تزال مهدورة. وقال نائب محافظة القادسية فارس والناس إن هور الدلمج من المعالم والموارد المهمة التي من المفترض أن تزود موازنة الدولة والمحافظة، إلا أنه لا زالت موارده مهدورة. وأضاف أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو سيطرة بعض المتنفذين عليه والمشاكل المشتركة بين محافظتي القادسية وواسط، إضافة إلى عدم الشفافية في عدم إحالة هذا المشروع للاستثمار. جدد المصرف الزراعي في العراق تحذيره المواطنين من التعامل مع المكاتب التي تروج لمنح السلف المالية. وقال المصرف في بيان إن على المواطنين عدم التعامل مع مكاتب الصيرفة التي تدعي أنها تروج لمنح السلف، مؤكدا أن المصرف ليس له علاقة بهذه المكاتب. وحذر المصرف المواطنين من حذرهم من مراجعة مكاتب الصيرفة بدعوى الحصول على السلف، مشددا على أهمية التنبيه لهذا الأمر وإبلاغ عموم فروع المصرف بضرورة توعية وتنبيه المواطنين بهذا الشأن. قالت مصادر صحفية إن حكومة بغداد أبرمت صفقة لشراء نحو 150 ألف طن من القمح الأسترالي المنشأ بعد 3 أعوام من الاكتفاء الذاتي. وأضافت المصادر أن توريد هذه الكميات سيكون بين أواخر شهر شباط ومنتصف شهر آذار القادم، مشيرة إلى أن الكمية المشترى تعادل جزءا مما يحتاجه العراق لإكمال حاجته الاستهلاكية حتى شهر نيسان المقبل حيث موعد الحصاد، مرجحة أن يحتاج العراق لاستيراد كميات أكبر تقدر بنحو 2 مليون طن خلال العام الجاري بسبب الجفاف وتراجع الإنتاج المحلي. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، متأثرة بتوقعات بأن واشنطن قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كورونا على الطلب على الوقود. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برينت 6 سنتات إلى 84.41 دولارا للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا لتقف عند 81.91 سنتا للبرميل. وعلقت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعض الرحلات الجوية الدولية، وكثفت الجهود لكبح تفشي الفيروس في إقليم نيتانجين، بينما انتشرت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة داليان بشمال شرق البلاد. هذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.